كشفت لجنة التعليم العالي النيابية عن إعداد مقترح طموح لتعديل خطة القبول المركزي لهذا العام، مبينة أن الهدف من ذلك هو لتوزيع المقاعد الدراسية في الجامعات وبصورة عادلة على الطلبة ووفقا لاستحقاقهم. عضو اللجنة محمد البلداوي قال إن مقترح تعديل خطة القبول المركزي يمكن أن يعود بالفائدة على جميع الطلبة الذين سينتقلون من وزارة التربية إلى التعليم العالي، مبيناً أن المقترح يلخص بتقدير عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في كليات الطب أو الهندسة بعد حساب درجاتهم التي دخلوا على أساسها للامتحان النهائي في المرحلة الأخيرة الدراسة الإعدادية، وتقييم عدد المقاعد الموجودة في كل من تلك الكليات والحاجة الفعلية لإضافة مقاعد أخرى.